بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخواني وأحبابي وأعزائي في الله. هذا اليوم جالنا تليفون كنا بنركب له الأفشور، فطبعا كنا بنعمل له تيست الأول نشوف الأفشور القديم خدام ولا لا. هذا الأفشور القديم ده نوريكم إزاي نفك الأفشور وإزاي نركبها، يعني الأفشور الجديدة. طبعا عملت له تيست دابا، هو طبعا هو الغطاء هذا ديال التليفون طبعا بيتحيد الاول من البراغي دياله، وبعد كده الافشور جديد هو بنعمل له تيست برضك، هو كمان نعمل له تيست قبل ما نحيد الميكامل عليه وقبل ما نركبه. طبعا انتوا وحشتونا بزاف، وانا نعمل لكم الفيديو هذا يعني نعرف الناس ازاي الخدمة بتاعتنا، يعني نوريهم كيف اليوم بيدوز عندنا، وإن شاء الله يعجبكم الفيديو، ربنا يسهل إن شاء الله ويعجبكم. ونتمنى من الله اللي ما عملناش اشتراك يعملنا اشتراك ويعملنا لايك وتعملنا أهو دابا الأفشور الجديد أهوت دابا كان خدام ويزار دابا الكلمة ديال التليفون، مش عايزين نقول الكلمة عشان نقول مفكر ونعمل إشهار لي يعني. ف أو ده بقى بعد كده بقى بنحيد الأفشور، والأفشور القديم نحيده، وبعد كده نركب الأفشور ده. ويبقوا معايا وإن شاء الله ويعجبكم الفيديو بإذن الله، يكون فيديو خفيف عليكم، خش لكم بالصحة والخير والراحة. أو ده بنحيد البطارية أو بجرب الأفشور أول بشوف خدام التطشي دياله خدام خدام. طبعا ما بحيدش الميكا عشان بس لما نخلص بحس بيجي على اللاصق بيجي على حاجة ما نقعدش نمسح فيها وكده، هذا حاميها يعني، هذا الميكا حاميها يعني. اهو ده بنحيد الباتري، اهو نحيد الافشور الجديد. وبعد كده طبعا بالتسخين اوريكم ازاي بنسخن الافشور الاول، الافشور اللي هو القديم بنسخنه علشان نحيده. طبعا هذا طبعا اخوانا اللي معانا في المهنة يعني واللي في الضمان طبعا عارفين هذا الكلام ده، احنا بنعمله بس للناس المشتركين ديالنا، الناس اللي عزوز علينا نوريهم ازاي. طبعا هذا الجهاز بيسموه المقلة، هذا طبعا متسخن عليه الافشور علشان نحيد الافشور القديمه. ده بنوريكم الافشور وهو منحيد. طبعا بتبقى سخنه من التسخين، بتبقى سخنه مش عارفين بتلسع الايد. فطبعا بنلبس في اوقات بنلبس جوانتي بس ما بنعرفش نخدم بيه يعني. الجوانتي بيسموه عندكم الجوانتي اللي جات الليجو. ف اهو ده بقيت حيده بقى بالميكا دي، يعني حاجه بتوصي يعني الحمد لله. واحده واحده كل حاجه بالصبر، وطبعا كل حاجه بتدوز واحده واحده ان شاء الله. ورب يكون الفيديو عجبكم، اتمنى من الله، وما تنسوش الصلاه على النبي وذكر سيدنا محمد. او دابا احنا بنحيد الافشور القديم دابا تشوفوه، واتمنى من الله تكملوا الفيديو وتشوفوه للاخر. اهو ده بحيدنا الافشور القديم اهو، ده بقى ننضفه مكانه، ننضف بلاصته ونحط الافشور الجديد. ونتمنى من الله الفيديو يعجبكم، وابقوا معايا وتكملوا بقى الفيديو، ويا رب الفيديو يعجبكم، وان شاء الله انتظروني على يوميات مصر في المغرب. وما تنسوش الصلاة والسلام على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين وفي الاخرين،
وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. ونشكركم بالذات بالذات على حسن تتبعكم، ونشكر كل متابعينا وكل إخواتنا المغاربة في كل مكان، وإخواتنا المغاربة في الجالية المغربية في جميع أنحاء العالم، ونشكر كل إخواتنا اللي في مصر وأصدقائنا وحبايبنا وكل متابعينا وكل مشاهدينا في جميع أنحاء العالم. نشكركم بالذات بالذات بالذات، ونتمنى من الله يا رب إن يوصلكم الفيديو وتكونوا بصحة بخير، بصحة جيدة وبخير. ابقوا معايا وكملوا بقية الفيديو، وانتظروني على يوميات مصري في المغرب. أو ده بنحط اللاصق، وبعد كده نلسق القفشور، وتابعوا معايا كملوا بقية الفيديو، وإن شاء الله يعجبكم بإذن الله الفيديو. وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اهو ده بنجمع التليفون اهو، بنربطه تاني، بنربط المسامير دياله، و اهو زي ما انتم شايفين طبعا، زي ما انتم تابعتوا الفيديو طبعا. هذا الفيديو زي ما قلت من في البداية، ان هو طبعا يعني بالنسبة للناس اللي معانا في المهنة وكده، ما طبعا هم عارفين الكلام ده كله طبعا. احنا بنعمل الفيديو لمشاهدينا، لمتابعينا، للناس حبايبنا، يعني يشوفوا ازاي بندوز اليوم بتاعنا، ازاي بنخدم، يعني مش اللي احنا مش عاملين فيديو تقني للناس يعني المهنيين او كده، يعني بنعمل حاجة بسيطة، حاجة سهلة يعني، حتى يعني حياتنا كلها بسيطة وسهلة في كل حاجة إن شاء الله. وإن شاء الله تعجبكم بإذن الله. وهو ده بقى من بنعمل الأستيك على عليها، بحيث على ما اللاصق يلزق، بنسيبه نص ساعة ولا ساعة ولا حاجة على ما يلصق. ورب يكون الفيديو عجبكم، ونشكركم بالذات بالذات على التتبع ديالكم، ونشكر كل متابعينا للمرة التانية والتالتة والرابعة على طول. دايما نشكركم بالذات بالذات بالذات، وانتظروني على يوميات مصري في المغرب.